فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في كثير من الدول الأرض تملكها الدولة، والإنسان إنما يشتري البيت الذي فوقها، فهل يجوز مثل هذا البيع أن يباع البيت دون الأرض؟ نعم، يكون له المبنى والأبواب والخشب وكل ذلك، وأما الأرض فلم يشتريها، إنما هي للدولة كما يقول. يقع البيع على الآلة، يسمونها الآلة، آلة البناء. نعم.